ايضا بما اننا بنتكلم عن لجنه الانديه او رابطه الانديه، النهارده اتحاد كره القدم اعلن في قراراته تعيين المستشار راغب الرفاعي رئيسا للجنه ترخيص الانديه. خطوه رائعه وخطوه هامه جدا في تاريخ الرياضه. تاريخ الرياضه. عارفين ليه حضراتكم؟ لان هناك بعض الانديه التي لا تملك رخصه الانديه المحترفه. ليه؟ ولا تستحق الحصول عليها. اذا كان عندها فلا تستحق الحصول عليها. ليه لا تستحق الحصول عليها؟ ان عندها مديونيات، عندها وقف قيد، عندها امور اخرى، مشاكل مع اللاعبين، مشاكل مع مدربين، مشاكل مع انديه اخرى. انا بتكلم بشكل عام. فبالتالي هي خطوه رائعه الحقيقه تعيين المستشار راغب الرفاعي في لجنه التراخيص، لانه الفتره اللي جايه يجب ان يكون هناك معايير واضحه عشان تقدر تاخد الرخصه بتاعتك او يتم محاسبتك على الرخصه اللي انت خدتها. ما يطلعش واحد ونتكلم في الموضوع كده وخلاص. لا، يجب ان يكون هناك معايير يتم وضعها عشان النادي ده يبقى معاه رخصه انديه محترفه. لازم يبقى عنده 1 2 3 4، ما عندوش مشاكل مع لاعبين. يجب ان يتم تسويه كل القضايا اللي موجوده ما بينه وما بين كل الانديه، زي ما حضرتك بتشوف كده في النادي الاهلي. النادي الاهلي ممكن جدا تكون بتحصل مشاكل او هتحصل مشاكل، ولكن طبيعي جدا ان انت تقعد وتتفاوض مع اللاعب وتشوف ان اللاعب ده لا شايف ان النادي جاي عليه فيروح للفيفا، فتقعد معاه مره تانية لغايه لما تصل معاه الحل. وهو ده اللي بيعمله النادي الاهلي. النادي الاهلي اي نادي في العالم بالمناسبه، مش النادي الاهلي بس، اي نادي، او ده الطبيعي يعني اللي بيحصل في انديه العالم، ان انا عندي مشكله مع لاعب، لاعب عايز امشيه ولسه عقده مكتمل، عايز ايه؟ عايز ياخد العقد بتاعه كله. طيب اتفضل العقد بتاعك، طب ايه رايك لو عملنا كذا ولا كذا ولا كذا؟ بعد موافقه اللاعب الامور بتمشي وتبقى عاديه جدا، وبياخد مخالصه والنادي بياخد مخالصه ويبقى كله تمام. فمثلا النادي الاهلي، النادي الاهلي له عند الانديه، زي موضوع النجم الساحلي ومشكله كوليبالي. مرة واثنين وثلاثة النادي الأهلي قعد وحلها وديا بسبب العلاقات المتميزة مع النجم الساحلي، ولكن في النهاية خلاص الراجل مش عايز يدفع ولا النادي عايز يدفع، خلاص حصلك الطريق القانوني وحكم للنادي الأهلي بمليون دولار على ما أتذكر، يعني بعد ما كان تم الاتفاق على تقسيط المبلغ حكم للنادي الأهلي مرة تانية بعد ما أخلف المسؤولين في النجم الساحلي بوعدهم. رجع النادي الاهلي للطرق القانونيه مره اخرى وكمل في هذا الامر وخد الموضوع. لكن الاهلي دائما ما يكون له مش عليه، عنده مشكله مع لاعب، لاعب عايز يمشي او النادي الاهلي عايزه يمشي، بيقعد مع لاعب، بيجي كابتن سيد او كابتن امير، يقعدوا مع اللاعب يتفقوا معاه على شكل المرحله القادمه هيبقى ازاي، بيحصل تراضي ما بين النادي وما بين اللاعب وشكرا. ده اللي بيحصل. فاللجنه دي بالنسبه لي او القرار ده الحقيقه، لانه هناك شروط في كل انحاء العالم للحصول على رخصه الانديه المحترفه، اولها سلامه الموقف المالي للانديه وعدم وجود شكاوى او عقوبات ماليه على هذا النادي لصالح لاعبين سابقين او مدربين او انديه اخرى في صفقات تعاقدات. فده هيحل كل الامور الموجوده في هذا الامر خلال الفتره اللي جايه، لانه ده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان النادي الاهلي دائما بيحاول ان هو يسبق الجميع بخطوه، والنهارده عندنا حوار لحضراتكم، النادي الاهلي بيسبق بقيه افريقيا كلها الحقيقه، مش مصر بس، افريقيا كلها. النادي الاهلي بيسبق بقيه الناس ازاي؟ او بيسبق بقيه الانديه ازاي؟ النهارده بالمناسبه كان في اجتماعات تحضيريه لأمور كثيرة جدا هتحصل أو خطوات سيتم اتخاذها خلال الفترة اللي جاية علشان تروح النادي الأهلي ده يروح في حتة تانية. هنشوف ده، بس يعني هقول لحضراتكم دلوقتي، أكمل بس موضوع الأندية المحترفة. فتعيين المستشار راغب الرفاعي رئيسا للجنة التراخيص شيء رائع جدا 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 وأنا بأحييه، ولكن أتمنى أن يكون هناك معايير موضحة أو واضحة للعالم كله، وهي موجودة في العالم كله وتكون واضحة لكل الأندية المصرية، علشان 1 2 3 سلامة الموقف المالي، عدم وجود أي اختلاف في التعاقدات مع مدربين أو لاعبين أو كذا أو كذا، عدم وجود حكم نهائي عليك في الفيفا، على كل الحاجات دي يجب أن تكون موضحة في ورقة وواضحة في ورقة
وتتحط على السايد بتاع الاتحاد، مفيهاش مشكله خالص. فاتمنى ان ده يحصل استكمالا لهذه المرحله الرائعه جدا اللي احنا شايفينها لغايه دلوقتي الحقيقه في رابطه الانديه المحترفه. دي كانت بعض التعليقات على النهارده ما حدث من تصريحات سواء للواء ثروت سويلم او الكابتن عامر حسين او للكابتن عصام عبد الفتاح او تعيين المستشار راغب الرفاعي رئيسا للجنه التراخيص. وبالمناسبه كل الاسماء اللي انا اتكلمت عليها لها كل الاحترام وكل التقدير، انا بتكلم في شكل مسابقه حضرتك عايز تجبر النادي الاهلي ان هو يلعبها، ده بناء على كلام اللواء ثروت سويلم، تجبر النادي الاهلي ان هو يلعبها اللي هي مسابقه الرابط كاس الرابطه، بتجبر النادي الاهلي يلعبها. طيب اعمل زي ما بتعمل في انجلترا او زي ما اتعمل في انجلترا، افتح التعاقدات. ونقطه التراخيص دي الحقيقه دي لمصلحه كره القدم المصريه، انا ما بتكلمش على نادي بعينه، انا بتكلم بشكل عام. النادي الوحيد اللي بتكلم عنه هو النادي الاهلي بس، لكن انا بتكلم ان دي هتبقى مصلحه لكره القدم المصريه.